مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا بابا. شكرا. الف مبروك يا علي. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. شكرا. ربنا يخليك. واخده اغلى حاجه في عمري يا حبيبي. هي خالتي فتحية فين؟ زمانها جاية ما تقلقيش، بس أنا عايزاكي تفرحي وتتبسطي وتحكي بقى، ده يوم فرحك. خلي بالك منها والنبي، ده أنا بموت فيها. مساء عليك. حبيبي مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. بصي يا ستي، كده هنا يبقى في 2500، وادي 800، وفي 3. على فكره الرقم مش هيبقى كبير، ممكن ندبره سهله يعني. طب الحمد لله. هتعد ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه السويد ده؟ انا عارفه جاي مني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده من عند بيت خالتي فتحيه. يا لهوي. خير يا رب، تعالي ما نشوف فيه ايه. استني استني، انا جاي وراكي. خالتي يا خالتي، افتحي يا تميمه. يا تميمه افتحي. يا لهوي افتحوا. في ايه يا خالتي؟ في ايه يا ولاد؟ مش عارفه. استغفر الله العظيم. على أخبارهم فهم لا يؤمنون. إنا جاء
وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ينصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن إلا نحن نحيي الموت. ازيك يا كريمة؟ إن شاء الله تسلم وتعيش. ازيك يا كركر؟ لسه كنت هكلمك في التليفون عشان تيجي تقعدي معانا يومين. دم خفيف يا مضروب. يلا احنا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه العز ده كله؟ أيوة كده. مش الشقة المقشفة اللي كان مساكنك فيها عبد العزيز ده؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر ربنا ما يعود أيامه أبداً، كان بخيل بخل، أعوذ بالله. سبحان الله، سبحان الله. أهو سلامة ده ما كانش الواحد يقلعه من رجله، لكن دلوقتي أقول إيه؟ طب وطي صوتك شوية، هنا بيبلغوه بكل حاجة، وسلامة بيزعل. يا لهوي، سلامة ده حبيبي، ده نقلنا عيني من جوه، هو في زي سلامة؟ بقول لك إيه يما، والنبي أنا عايزة أسألك سؤال، بس تجاوبيني بصراحة، أوعي تكتبي عليا. حبيبتي انت تأمري، اساليني اللي انت عايزه تساليه. حبيبتي هو انا بجد بنتك ولا انت لقيتيني على باب جامع وعطفتي عليا وكده يعني؟ لقيتك يا بت والمصحف بيتي وحبلت فيكي 9 شهور كمان. متاكده؟ متاكده. غريبه يا اختي، امال يعني لا زعلتي ولا تاثرتي؟ اكمني بت يعني عند سلامه، ما خفتيش الناس تقول عليا يعني؟ اوعي اوعي يا بت بموتك والمصحف بموتك انك تكوني بيتي معاه في اوضه واحده. لا عيب ده صح؟ الراجل كان بعت لي اخد هدومه في امين. مش ناقصه تريقه يا روح امك، مش عاجبك امشي، ايه اللي مقعدك؟ ما تمشي ولا اقول لك تعالي خديني قلمين وتبري مني وامشي، وليك عليا مش هدور عليكي. يا بنت افهمي افهمي بقى، انا مش عايزاكي تخيبي خيبتي، مش عايزاكي تشوفي اللي شفته. أصلك ما توعيش لما كنت أشيلك على كتفي وألف بيك أشحت من هنا ومن هنا، وكل واحد كان طمعان. يا بنتي يا بنتي كل حاجة ليها تمن. أنا عايزاكي تحسي بيا، تحسي بالغلب اللي أنا كنت عايشة فيه، الحرمان اللي أنا شفته. أنا من كتر الحرمان اللي كنت فيه ممكن أعمل أي حاجة في الدنيا إلا إني أرجع تاني للأيام الغابرة اللي كنت فيها. شوف إزاي، اديني بس فرصه ياما دقيقتين كده اعيط اتشحتف ازعل اتاثر. لا يا اختي، ولا تعيطي ولا تزعلي ولا تتقهري يا بنت كريمه. رايحه فين؟ استني عاملين على الغدا النهارده سمك وجمبري. ايه بجد يا بنت؟ الله عليكي الله عليكي، كان نفسي في السمك والجمبري. صدقي ان انا حلمانه بيه، حلمانه اكل سمك وجمبري. بقول لك ايه، انت لازم تقولي للواد سلامه ده انه يتجوزك، وتقولي امي جت وبهدلت الدنيا عشان تتجوزني، ان شاء الله يا رب يتجوزك عرفي، فاهمه؟ يا رب.